بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الفيديو ده هنكمل مع بعض سلسلة شرح منهج المرور. قبل ما ندخل في الشابتر بتاع النهاردة، تعالى نشوف مع بعض أخدنا إيه من بداية منهج المرور. أول حاجة اتكلمنا عن مقدمة عن المرور ومسائل الإدراك ورد الفعل، ثم قلنا عشان تصمم أي طريق جديد أو تقيم أي طريق قائم لازم يكون عندك مجموعة من البيانات المرورية. وأول حاجة من البيانات المرورية أو أول شابتر من البيانات المرورية اللي احنا اتكلمنا عليها هو شابتر أحكام المرور، وعرفنا مع بعض ازاي بتطلع عدد الحارات بتاعة الطريق، وعرفنا ازاي بتعمل تصحيح لأحجام المرور، وعرفنا ازاي بتعمل حصر لأحجام المرور. تمام. تاني شابتر اتكلمنا عن السرعات اللحظية لكل مركبة، ونقدر نطلع منها مجموعة من البيانات أو مجموعة من الرسومات. تمام. تالت شابتر معنا وهو خصائص تدفق المرور، او تالت حاجة من البيانات المرورية المفروض اعرفها هي خصائص تدفق المرور. تمام. تعالى مع بعض نشوف يعني ايه تدفق مرور. احنا عارفين مع بعض كده في الماء لما تحرك داخل انبوبة او داخل مسار ليها، ده بسميه سريان الماء. كذلك العربيات لما تكون ماشية على الطريق ده بسميه سريان العربيات. هل السريان ده سريان حر؟ هل السريان ده سريان مقيد؟ يعني في حاجة بتأثر على حركة العربيات اللي ماشية على الطريق زي المية بالظبط، المية ماشية حرة ولا في أي عوائق قدامها بتأثر على الحركة بتاعتها؟ فده بسميه تدفق أو سريان المرور. تمام. طيب إيه الفرق بين تدفق المرور وأحجام المرور؟ قال لي تدفق المرور هو حجم المرور في السعة، في كده بالقوة. تمام. وحجم المرور عند برضو حجم المرور في السعة اللي هو فيه كده بالقوة. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ قال لما اجي اعمل حصر، بعمل حصر لفترات جزئية اللي احنا قلنا عليها اللي 5 دقايق او 10 او 15. وطبعا عندي الساعة بتتكون من فترات من 5 دقايق ومن فترات من 10 دقايق ومن فترات من 15 دقايق. يعني عندي الساعة في الخمس دقايق بتتكون من كام جزء؟ 12 جزء. العشر دقايق بتتكون من 6 أجزاء، 6 × 10 = 60 دقيقة. الخمستاشر دقيقة بتتكون من 4 أجزاء. فلما أنا باجي أحصر بعمل إيه؟ بحصر الفترة الجزئية اللي هي 10 دقايق مثلا، ثم العشرة اللي بعدها، تمام، لغاية لما أخلص الساعة بتاعتي. بعد ما أخلص الساعة لما أجمع أحجام المرور بتاعت العشر دقايق دول كده بسميه أحجام أو حجم مرور في الساعة. طيب إيه الفلو بقى؟ قال لي كل فترة جزئية ليها فلو أو ليها تدفق مختلف عن التاني. يعني أنا عندي العشر دقايق قلنا فيها 6 أجزاء، وعندنا عارف الفلو بتاعي بالفيكل بالأول يعني حجم المرور في الساعة. فأنا بمسك أول فترة جزئية ده حجم المرور اللي هو الفي 10، فقال لي الفلو بتاعي هيساوي 6 أجزاء عشان أجيب حجم المرور في الساعة مضروبة في الفي 10 الأولى. تمام. القانون ده هطبقه على كل فترة جزئية، فبالتالي الست أجزاء أو الست فترات جزئية كل فترة ليها فلو مختلف عن التاني. فالفلو هنا حجم المرور في الساعة، والحجم المرور في الساعة برضه هو حجم مرور في الساعة، ولكن يختلف إن هنا كل فترة جزئية ليها مختلفة عن الفترة التانية. تمام. فبكده انا عندي الفلو بالنسبه ل10 دقايق بيساوي 6 في الفي 10. طب بالنسبه ل5 دقايق قال لي هيساوي ال12 في الفي 5. طبعا لكل فتره ليها فلو مختلف عن التاني او ليها تدفق مختلف عن الفتره التانية. طب بالنسبه ل15 دقايق قال لي الفلو هيساوي 4 في الفي 15. تمام. لكل فتره جزئيه انا عندي الاربع اجزاء كل فتره ليها فلو مختلف عن التاني. تمام كده. فقال لي تدفق المرور ده ليه مجموعة من الخصائص اللي أنا عاوز أدرس. إيه هي الخصائص دي؟ تعالى نشوفها مع بعض. قال لي أول خاصية عندي اللي هي معدل التدفق فلو ريت. تمام. ثم تاني حاجة اللي هي كثافة المرور هنعرفها مع بعض، ثم متوسط سرعة السير على الطريق. أنا عندي مجموعة من المركبات عارف سرعة كل مركبة، هجيب المتوسط بتاعهم. المسافة بين المركبات، أنا عندي مركبتين ماشيين ورا بعض، مركبة ومركبة، المسافة بينهم قد إيه؟
الزمن بين المركبات نفس الفكرة دي، بس هنا بتقيس زمن، الزمن بين المركبة دي والمركبة اللي قدامها، ده هنعرف مع بعض بنحسبها ازاي. تعالى ندرس مع بعض خاصية خاصية، وندرس العلاقة ما بين الخاصيات دي، هيضطر أو هينتج عن كده مجموعة من القوانين اللي أنا هستخدمها في المسائل. تعالى نشوف مع بعض. أول حاجة عندي اللي هو معدل التدفق. معدل التدفق قلنا هو عبارة عن حجم المرور في الساعة، بس هنا بيقاس على فترات زمنية أقل زي ما احنا قلنا، اللي هي 5 × 10 = 15. قلنا لو الفترة بتاعتي 15 دقيقة يبقى الفلو عندي كام؟ 4 × 15، كل فترة ليها فلو مختلف عن التانية. لو عندي 10 دقايق يبقى الفلو هيساوي 6 × 10. طب لو عندي الفترة 5 دقايق الفلو هيساوي 12 × 5. تمام كده الفلو ومعدل التدفق عرفناه. طيب تعالى نشوف الكثافة. الكثافة عندي قال لي هي عبارة عن عدد مركبات على طول معين من الطريق. يعني ايه؟ يعني عندي الطريق بالشكل ده كده، الطول ده وليكن 2 كيلو. فأنا باجي أعمل ايه؟ باجي أمسك ال2 كيلو وأعد عدد العربيات اللي موجودة عليه. تمام، بعد ما أعد العربيات دي وليكن طلعت لي 1000 مركبة، هقسم ال1000 على الطول ده على ال2 كيلو. تمام، معناها ان عندي كام؟ 500 مركبة لكل كيلو. ده الكثافة بتاعت اللي هي عدد المركبات على طول معين من الطريق، وحدتها فيكل اللي هي عدد المركبات على الطول بتاعه ده، وحدته بالكيلو بالكيلومتر. تمام، طيب دي تاني خاصية عندي. تعالى نشوف الخاصية التالتة عندي. ده القانون بتاعها اللي هو عدد المركبات على طول الطريق، فيكل بالكيلومتر. تالت خاصية عندي اللي هي متوسط سرعة السير على طول، اللي هي السبيس مين سبيد. لاحظوا الفرق، حاجة اسمها سبيس مين سبيد عشان في عنده سرعة اسمها تايم مين سبيد، دي هندرسها مع بعض في نص الفيديو إن شاء الله. متوسط سرعة السير اللي هي السبيس مين سبيد بحسبها ازاي؟ تعال كده نشوف مع بعض. أنا عندي طول معين من الطريق، خلي بالك أنا عندي طول معين، المسافة دي وليكن اكس، او هسميها دي اي حاجه. تمام، في حاجه انا هحسب السرعه لكل مركبه هتعدي على المسافه دي. يعني حاجه امسك كده معايا ستوب ووتش ساعه، اول لما العربيه تعدي من بدايه المسافه اللي هي اكس او دي دي هبدا الستوب ووتش، لغايه لما تنتهي من المسافه دي هوقف الستوب ووتش، يبقى العربيه قطعت المسافه اللي هي دي دي في زمن قدره تي. تمام، هطبق القانون ده على باقي العربيات. يبقى انا عندي مجموعة من العربيات طبقت عليها القانون اللي هو المسافة على الزمن. تمام، بقى عندي مجموعة من السرعات، اجيب المتوسط بتاعهم. المتوسط بتاعهم اللي هو عبارة عن ايه؟ مجموع السرعات دي مقسومة على عددهم. فباجي بقى اعمل ايه؟ اقول ان متوسط السرعة بتاعتي هيساوي مجموع السرعات اللي هي اكس على التي بتاعت العربية الأولى زائد الاكس على تي بتاعت العربية التانية وهكذا. طيب انا عندي المسافة دي ثابتة، الاكس دي ثابتة او الدي دي ثابتة، انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن اخد اكس واحدة او مسافة واحدة واضربها في عدد المركبات عندي. فبقى كون عندي عبارة عن ايه؟ اليو اس اللي هي سبيس مين سبيد هتساوي ال عدد المركبات مضروبة في الدي اللي هي المسافة على مجموع الازمنة بتاعتي، مجموع الازمنة بتاعت كل مركبة. طب لو انا مسكت الكون ده ونزلت الدي تحت بقى عندي ايه؟ بقى عندي زمن على مسافة، مش ده عبارة عن مقلوب السرعة؟ من عند السرعة اللي هي اليو بتساوي الدي على التي، ده عبارة عن ايه؟ التي على الدي، بس هنا مجموع، يبقى ده عبارة عن مقلوب السرعة اللي هو بيساوي كام؟ اللي هو 1/U اي، اي دي يعني ايه؟ مركبة واحدة. تمام؟ 1/U، يبقى عندي القانون هيساوي اليو اس هتساوي الان اللي هي عدد المركبات على مجموع مقلوب السرعات بتاعتي. فهنا هتيجي لك ازاي؟ هتيجي لك مثلا عندي مسافة معينة اتجمع عليها السرعات للمركبات، وكانت السرعة العربية الأولى كذا، سرعة العربية التانية كذا، التالتة، الرابعة، وهكذا. تمام، مطلوب مني أحسب متوسط سرعة السير على الطبيعة اللي هي السبيس مين سبيد اللي هي اليو اس. هقول له اليو اس ده هتساوي عدد المركبات بتاعتي، تمام، اللي هو ان مقسوم على مقلوب السرعات بتاعتي، واطلع
سبيس ماينس بي. تمام، ده كده رابع برابع خاصية عندي من خصائص تدفق المرور. طيب تعال نشوف الخاصية رقم 5. أو خاصية رقم 4 اللي هي المسافة البينية. وقلنا المسافة البينية دي مسافة بين مركبتين متتاليتين، أنا عندي عربية ماشية ورا وعربية ماشية قدام، المسافة بين مقدمة العربية ومقدمة العربية دي بسميها سبيس هيدوي، أو المسافة بين متوسط العربية وبين متوسط العربية، أو المسافة بين مؤخرة العربية وبين مؤخرة العربية، أي واحدة من التلاتة أنا بسميها سبيس هيدوي. السبيس هيدوي دي لها قانون اللي هو مقلوب الكثافة، اللي هي عبارة عن إيه؟ واحد على الكيل. تمام؟ بس هنا وحدتها المتر على الميتر، هنا بضطر إن أنا أضرب كام؟ أضرب في 1000 عشان أحول الكيلومتر إلى متر. دي هتساوي 1000 على الكي اللي هي الكثافة عندي، هطلعها بكام؟ متر على الكي. طيب آخر خاصية عندي اللي هي التايم هيدوي. قلنا التايم هيدوي دي هي نفس السبيس هيدوي، بس هنا بقيس زمن. يعني ايه بتقيس زمن؟ بقيس زمن يعني عندي المسافة دي، عندي المركبة دي والمركبة التانية، بقيسها ازاي؟ والله انا هقف عند النقطة دي، او هقف مثلا عند النقطة دي. اول المركبة الاولى دي تيجي عند النقطة دي هثبت الزمن، ولكن طلع مثلا تي هتساوي ثانيتين. تمام، واول لما المركبة التانية اللي كانت قدامها تيجي عند نفس النقطة هساوي الزمن، وليكن طلع مثلا 10 ثواني. الفرق ما بينهم ده اللي هو التايم هيدوي، اللي هو 10 ناقص 2 يديك كام؟ يديني 8 سكند، اللي هو الفرق او التايم هيدوي. تمام، دي ليها قانون اللي هو بيساوي ايه؟ بيساوي مقلوب الفلو، اللي هو بيساوي 1 على الكيو. بس انا عندي الكيو هنا بكام؟ بالفيكل على الساعة. تمام، وانا عندي الوحدة بتاعتها كام؟ سكند على الفيكل، فلازم احول الساعة دي الى سكند. هضرب في كام؟ هضرب بكام؟ 60 في 60 هتديني كام؟ هتديني 3600. فالكون عندي بقى 3600 على الكيو اللي هي التايم على الفلو، وحدتها السكن على الفيكي. دي كلها مجموعة من خصائص تدفق المرور. بعد ما اتكلمنا عن الخصائص الخمسة دول، تعالى بقى نشوف العلاقة ما بينهم. العلاقة ما بينهم علاقة طردية، علاقة عكسية، لما ازود ايه بيقل، لما ازود ايه بيزيد. تعالى نشوف مع بعض العلاقة دي. اول حاجة عندي، اول قانون عندي هستخدمه انه قال لي ان الفلو بيساوي الكثافه في السبيس من سبيد اللي هي متوسط السرعه بتاعتي. ده اول قانون عندي. تمام، طيب تاني علاقه عندي هي علاقه ما بين السبيس من سبيد اللي هي يو اس والكي، اللي هي علاقه ما بين السرعه وما بين الكثافه. انا هضطر ان انا ارسم علاقة على او هرسم تشارت يوضح العلاقة دي. التشارت ده الخط الرأسي ده اليو اس اللي هي السرعة بتاعتي، الخط الافقي اللي هو الكي. تعالى كده ناخدها مع بعض. اول حاجة لما العربية تكون ماشية بحرية على الطريق، مفيش حاجة بتعوقها، مفيش حاجة بتقلل من سرعتها، هنا بسمي السرعة بتاعتي فري فلو، سرعة حرة. تمام، وهنا يكاد تكون الكثافة بتاعتي كام؟ بصفر. طبعا الكثافة مش بصفر، بس هي تكاد تكون بصفر. تمام، يعني الحركة على الطريق سهلة جدا، مفيش أي معوقات على الطريق. تمام، أول لما الكثافة بتاعتي بتزيد، يعني إيه الكثافة بتزيد؟ يعني عدد المركبات على طول معين من الطريق بتزيد، يعني عدد المركبات بتزيد. أول لما عدد المركبات بتاعتي بتزيد السرعة بتقل، لأن هو بيأثر على العربات بتأثر على بعضها البعض، فالسرعة بتاعتي بتقل بتقل بتقل، كل ما الكثافة أو كل ما عدد المركبات بتزيد بتقل بتقل، لغاية لما السرعة بتاعتي تكاد تكون بصفر، الطريق وقف، عدد العربيات كتير والطريق وقف. هنا بوصل للكثافة العظمى بنسميها كي جام، كثافة الازدحام. تمام، فقال لي في نقطة فارقة بين الاتنين،
قال لي النقطة دي بتقع في نص المنحنى. النقطة دي بتتحقق امتى؟ قال لي بتتحقق عند الكباستي بتاعة الطريق. يعني ايه الكباستي؟ يعني سعة الطريق بتاعتي. أول لما عدد المركبات يوصل إلى السعة اللي أنا مصمم عليها هي عند النقطة دي بالظبط. عند النقطة دي بسميها يو كريتيكال، السرعة الحرجة، وهنا بسميها الكي كريتيكال اللي هي الكثافة الحرجة. قال لي اليو كريتيكال بتساوي اليو اف على 2 اللي هي السرعة الحرة مقسوم على 2 نصها يعني، والكي كريتيكال بتساوي الكي جي ام على 2. تمام كده فهمنا مع بعض الشرط ده. طيب عاوز اطلع علاقة ما بين الاتنين، عاوز اطلع قانون استخدمه ما بين الاتنين. قال لي القانون كالآتي، قال لي اليو اس اللي هو السرعة بتاعتي بتساوي اليو اف اللي هي فري فلو ناقص اليو اف على الكي جام الكي. لاحظ معايا ان اليو اس دي قيمة متغيرة، والكي قيمة متغيرة، واليو اف والكي جام دي قيمة ثابتة، دي قيمة ثابتة ما بتتغيرش. اي طريق اليو اس اليو اف يو كي جام ثابتة ما بتتغيرش. امال ايه اللي بتغير؟ اليو اس والكي. تمام اليو اف والكي جام دول قيمة ثابتة لأي طريق ما بتتغيرش. طيب ده كده تاني قانون عندي. تالت علاقة عندي اللي المفروض هتكلم عليها هي علاقة ما بين الفلو وما بين الدنسيتي، الكثافة، علاقة ما بين الكيو وما بين الكيو. تعالوا كده مع بعض. قلنا الفلو ده عبارة عن السريان بتاعة الطريق، يعني كل ما الطريق يكون العربيات قليلة يكون الفلو يكون عالي. تمام كل ما الطريق بتاعي يكون العربيات بتزيد كل ما الفلو بيقل. تمام فأنا عندي هنا في البداية السرعة ماشية عادي، العربية ماشية بسرعتها الحرة، كل ما عدد العربيات بتزيد كل ما السريان بتاعي يزيد، السرعة بتاعة العربيات بتزيد. تمام لغاية لما توصل لنقطة معينة بتأثر على حركة العربيات، قلنا النقطة دي هي الكباستي، النقطة بتاعت السعة بتاعة الطريق. تمام دي السعة بتاعة الطريق. أول لما عدد المركبات توصل للسعة بتاعة الطريق، أول لما العربيات تزيد عن السعة يبدأ الفلو بتاعي يقل لغاية لما يوصل كام؟ لغاية ما يوصل صفر، العربيات وقفت خلاص مفيش فلو مفيش حركة على الطريق. وهنا اوصل فين؟ اوصل عند الكي جام اللي هي الازدحام بتاعي، الكثافه الخاصه بالازدحام. عند الكباستي دي هطلع قطبين، اول حاجه اللي هي الكيو سي اللي هي الفلو عند الكباستي. تمام اللي هي الكيو كريتيكال. تمام والكي هنا الكي جام اللي هي الكي كريتيكال هتساوي الكي جام على 2. يبقى عند الكباستي عندي اليو اف او السرعه بتاعتي بتساوي اليو كريتيكال اللي هي بتساوي اف على 2، وعندي الفلو عندي اللي هو الكيو كريتيكال. تمام وعندي الكي كريتيكال اللي هي بتساوي الكي جي ام على 2. ده قيم الكثافه والسرعه والفلو عند الكباستي، والقيم دي قيم ثابته ما بتتغيرش. اللي بيتغير معايا طبعا دي ثابته، لا لطريق واحد مش لكل الطرق. تمام ده برضه في فتره زمنيه معينه. طب اللي بيتغير معانا ايه؟ بيتغير معانا الكثافة بتاعة الطريق والكيو في لحظات معينة، يعني كل لحظة مختلفة عن التانية، فبالتالي دول بيتغيروا. لكن بعد نهاية الفترة الزمنية أقدر أطلع الكيو كريتيكال تمام، وأقدر أطلع الكي كريتيكال، وأقدر أطلع اليو اف اللي هي الفري فلو سبيد، وأقدر أطلع الكي جام اللي هي الكثافة عن الازدحام. القيم دي أقدر أستخدمها في القوانين بتاعتي. طب تعالى نشوف العلاقة بتاعت الشكل ده. احنا عارفين العلاقة اللي فاتت ان هي يو اس هتساوي يو اف ناقص يو اف على الكي جي ام في الكيلو. تمام السرعة بتاعتي متوسط السرعة في اي لحظة بتساوي السرعة الحرة ناقص السرعة الحرة على الكثافة عند الازدحام في الكثافة بتاعتي عند اي لحظة. تمام فانا لو ضربت المعادلة دي الطرفين بتاعتي في كي، فعندي هنا الكي تبقى اليو اس في الكي، وهنا تبقى اليو اف في الكي، وهنا تبقى اليو اف على الكي جام في الكي تربيع. طب انا عارف ان اليو اس في الكي اللي هو الكيو، عندي معدل بتساوي الكيو بيساوي اليو اس في الكي، فبالتالي هنا بتساوي ايه؟ بتساوي الكيو.
تمام، وده الكي في اليو اف، ده ناقص اليو اف على الاتجاه كي تربو. هنا طلعت معادله ما بين الكيو وما بين الكي، ما بين الفلو وما بين الدنستي، ما بين التدفق وما بين الكي، ما بين الكثافه. وباقي القيم اللي موجوده عندي في المعادله دي قيم ثابته ما بتتغيرش. عشان تطلع اي معادله لازم يكون عندك القيمتين اللي انت هتعمل علاقه ما بينهم دول قيم متغيره. باقي القيم اللي في المعادله تكون قيم متغيره. يعني عندي اليو اف دي قيمه ثابته، اليو اف قيمه ثابته، التي جي ام قيمه ثابته، لكن الكيو قيمه متغيره مع فترات الزمن، الكي قيمه متغيره مع فترات الزمن. وهنا طلعت العلاقه بتاعتي. تمام، دي كي دي تاني علاقه او تالت علاقه معانا. هنشوف العلاقه الرابعه. العلاقه الرابعه هي علاقه ما بين الكيو وما بين السبيد اللي هي اليو اس، علاقه ما بين الفلو ما بين التدفق وما بين السرعه. طبعا الخط الراسي ده السرعه، الخط الافقي ده عباره عن الفلو بتاعي. طيب احسبها ازاي؟ السرعه بتاعتي في البدايه لما يكون عدد العربيات قليل على الطريق بنسميها السرعه الحره، بكون العربيه بتتحرك على الطريق بحريه، مفيش اي حاجه بتقيدها او بتقلل من سرعتها. يعني كل ما العربيات بتاعتي بتزيد كل ما السرعه بتاعتي بتقل والفلو بيزيد. مش معنى الفلو بيزيد لان معدل السريان بيزيد، طالما في حركه على الطريق ففي معدل سريان بيزيد. تمام، لغايه لحظه معينه، اللحظه دي هي لحظه الكباستي اللي هي السعه. اول لما يوصل عدد المركبات نفس عدد المركبات اللي انت مصمم عليها اللي هي السعه، هنا تقف. هنا اقف ليه؟ ان بعد كده اول لما ازود عدد مركبات عن السعه ايه اللي هيحصل؟ السرعه بتاعتي برضه هتفضل تقل تقل، وهنا برضه الفلو هيقل خلاص طالما عدى السعه. لغايه لما ايه؟ لغايه لما السرعه بتاعتي توصل صفر والفلو بتاعتي يوصل صفر. يعني ايه؟ يعني الطريق بتاعي واقف تماما. تمام؟ وهنا هنطلع مجموعه من القيم. طبعا ده السرعه الحره اللي هي اليو اف. عند الكباستي الكيو بتاعتي اللي هي الكيو كريتيكال اللي هي الفلو عند الكريتيكال او الفلو عند الكباستي. تمام؟ وعندي هنا اليو كريتيكال، اليو عند الكباستي اللي هي السرعه بتاعتي عند السعه اللي هي بتساوي ايه؟ بتساوي اليو اف على 2 اللي هي متوسط السرعه الحره او نصف منتصف السرعه الحره. تمام؟ طب تعالى نشوف القانون بتاع العلاقه دي. لو رجعنا للقانون الاول، القانون الثاني قصدي، اللي هو اليو اس بيساوي اليو اف ناقص اليو اف على الاتجاه في الكي، اللي هو كان علاقه ما بين السرعه وما بين الكثافه. تمام، لو ضربت الطرفين عندي في السرعه في اليو اس هيديني ايه؟ هيديني هنا يو اس تربيع هتساوي اليو اف في اليو اس. تمام، هنا اليو اف على الاتجاه قيم ثابته في الكي في اليو اس. طب انا عارف ان الكيو بتساوي الكي في اليو اس. تمام، يبقى هشيل دول كده واحط مكانهم الكيو. تمام، بعد ما اشيل احط مكان الكيو هودي الكيو في طرف لوحدها، هتكون عندي الكيو اهي هتساوي الكي جام في اليو اس ناقص الكي جام على اليو اف في اليو اس تربيع. طبعا ده شكل المعادله بعد ما وديت الكيو في طرف لوحدها وباقي المعادله في طرف تاني. طبعا قلنا العلاقه عشان تبقى علاقه ما بين حاجتين، ما بين الفلو اللي هو الكيو وما بين السرعه، يبقى عندي الكيو ده المتغير واليو اس ده المتغير وباقي القيم ثابته. يعني عندي الكي جام ده ثابت، الكي جام ده ثابت، اليو اف ده ثابت، وطبعا القيم دي هتكون ماط عندك في المسائل. تمام، ومنها تقدر تكون المعادلات، ومنها تقدر تطلع الفلو او السرعه عند اي لحظه هيطلبها منك. تمام، اخر قانون عندي مهم مهم جدا. ايه هو القانون؟ لو جيت في المساله منك طلب الكيو ماكسيمم اللي هي اقصى معدل تدفق او معدل التدفق عند الكباستي. تمام، يبقى اقصى معدل تدفق او اقصى او معدل تدفق عند الكباستي. انا عارف ان عند الكباستي ان اليو بتساوي اليو كريتيكال بتساوي اليو اف على 2، وعارف ان الكي عند الكباستي اللي هي بتساوي الكي كريتيكال اللي هي بتساوي الكي جام على الاثنين. طيب ما انا عارف ان الكيو بتاعتي بتساوي الكي في اليو اس. تمام كده؟ طيب انا عايز اجيب الكيو بتاع عند الكباستي.
بعوض عن الكي هنا بالكي كريتيكال، باليو عندي باليو كريتيكال، فهدينا عندي ايه؟ تبقى اليو اف على 2 مضروبه في الكي جام على 2، هتديني ده القانون ده يو اف في الكي جام على 4 تمام. وهنا طلعت ايه؟ هنا طلعت الكيو نفسه تمام. ده كده بالنسبه لخصائص تدفق النورمال. ما احنا اتكلمنا عن 5 خصائص تمام، ثم اتكلمنا عن 5 قوانين. القانون الاول هو الكيو يساوي كي في اليو اس، ثم اتكلمنا عن 3 علاقات ما بين الكيو والكي واليو اس تمام، وكل علاقه ليها قانون. ثم اخر قانون عندي اللي هو التدفق عند السعه اللي هو عند الكباستي، او لو قال لك احسب اقصى معدل تدفق اللي هو الكيو ماكسيم، ده بحسبه بيساوي اليو اف في الكي جام على 4 تمام. بعد كده بقى نبدا نخش على المسائل. المسائل فكرتها سهله جدا، هيديك اي معادله من الاربعه بتوعي تمام، وانا اقدر اكون المعادله يعني احسب الثوابت اللي فيها، يتبقى المتغيرات، ويبدا بقى يسالني على شويه حاجات في المتغيرات دي. طب تعالى نشوف مع بعض. اول مساله اديني الترافيك ستريم تمام، قال لك مديني الافريج تايم هيد واي اللي هو الاتش بتساوي 2 سكند، والسبيس مين سبيد اللي هو اليو اس بتساوي 60. قال لك احسب الافريج سبيس هيد واي اللي هو الايه؟ اللي هو ال ال او الدي اللي هو الدي اللي احنا قلنا كان بيساوي اللي هو مقلوب الكثافه. بعد كده احسب الفلوريت، بعد كده احسب الدنستي للترافيك بتاعي. طيب اول حاجه من الدنيا مطلوب عندي اللي هو التايم هيد واي. التايم هيد واي بيساوي 1 على الكيو، او بيساوي 3600 على الكيو اللي هو ده تمام. انا عندي الكيو مجهوله بس عندي التايم هيد واي ب 2 سكند، انا اقدر اطلع الفلو ريت بتاعي اللي هيطلع 1800 في كيلو بير اور اللي هو مركبه على الساعه تمام. كده انا طلعت الفلو ريت بتاعي. طيب طب انا عارف ان الفلو ريت بيساوي الكي في اليو اس، وهو مديني اليو اس في 60 وعندي الكيو انا لسه مطلعها ب 1800 مضروبه في الكي في 60، اقدر اطلع الكي تطلع 1800 على 60 اللي هي 30 في كيلو في المتر. كده طلعت الليست بتاعتي. بعد كده قال لي احسب الافرج سبيس هيد واي، هي دي بتساوي ايه؟ بتساوي ال 1000 على الكي، انا 1000 تمام، والكي لازم تطلع بالفيكل على الكيلو متر على ال 30، هتطلع عندي 33 او 333 من 1000 متر. كده طلعت او حسبت اول مساله عندي. طيب تعال نشوف تاني مساله نفس الفكره برضو. بيديني طريق، بيديني ان السرعه بتاعتي اليو اس ب 70، الترافيك فلو اللي هو الكيو ب 2500، عايز احسب الافريج تايم والسبيس هيد، عايز احسب الاتش والدي. انا عارف ان الاتش بيساوي 3600 على الكيو، وهو مديني الكيو ب 2500، يطلع عندي ب 1.24 سكند على البيت. معناها ايه؟ معناها ان كل الزمن بين مركبتين متتاليتين ماشيين ورا بعض 1.44 سكند تمام. بعد كده الدنستي، ما انا عارف ان الكيو عشان احسب الدي اللي هي بتساوي ال 1000 على الكي، هل الكي معطى عندي؟ لا الكي مش معطى، انا لازم اطلع الكي. طب ما هو عارف ان القانون بتاعي اللي هو الكيو بتساوي الكي في اليو اس، الكيو عندي معطى اللي هي كام؟ 2500، واليو اس معطى اللي هي 70، طلع الكي بتاعتك تطلع عندي 35.7 في كيل على الكيلو متر تمام. طيب بعد كده الدي بتساوي 1000 على الكي اللي هي 1000 على 35 اللي هي 28 و1 من مليون متر، دي الكثافه او دي السبيس هيد واي. ده كده المثال. طبعا المسائل دي نادرا ما بتيجي في الامتحان. المسائل المهمه ان شاء الله احنا هندخل فيها من اول هنا كده بالظبط ان شاء الله. بيديني مساله تمام، ماكسيمم فري فلو 2000، بيديني الكيو ماكسيمم، خلي بالك اهو ماكسيمم فري فلو اللي هو اقصى معدل تدفق اللي هو كام؟ اللي هو 2000. والجام دينست مدالي ب 100 تمام، اللي هي الكي جيم. قال لي احسب الفري فلو سبيد، عاوز احسب اليو اف. طب دي سهل، انا عارف ان الكيو ماكسيمم بتساوي اليو اف في الكي جيم على 4، الكيو ماكسيمم ب 2000، اليو اف مجهوله، الكي جيم 100 على 4 اللي هي اليو اف كام؟ 80 كيلو في الساعه. بعد كده قال لي
construct a relationship between the speed, the space mean speed والدنسي. حط لي علاقة ما بين اليو اس وما بين الكي، اللي هي أول علاقة عندي اللي كانت بالشكل ده كده، تمام؟ اللي هي ده كده، بترسم له الخط. طبعا العلاقة بتكون محفوظة، تمام؟ طبعا انت فاهمها، بس برضه تكون فاهم شكل العلاقة هيكون ازاي. ترسمها تقول ان ده اليو اف، ده الكي جي ام، ده اليو كريتيكال، اليو اف على 2، ده الكي جي ام على 2. الحاجة الجديدة بقى ان انا احط معادلة الخط ده، اللي هي المعادلة بتاعت القانون. ايه المعادلة؟ طب انا عارف ان اليو اس بتاعتي كان بيساوي اليو اف ناقص اليو اف على الكي جي ام في الكي، مش ده كان القانون بتاع المعادلة بتاعت او القانون بتاع العلاقة دي؟ طيب انا عارف اليو اف وعارف الكي جي ام، طب اعوض بيهم. اليو اف ال 80 والكي جي ام ال 100، يبقى المعادلة بتاعتها تطلع عند اليو اس هتساوي 80 ناقص 8 من 10 في الكي. يبقى معادلة الخط ده اليو اس هتساوي 80 ناقص 8 من 10 في الكي. فأنا لو عوضت في المعادلة دي عن أي قيمة للكي هنا، تمام، وطلعت جبت القيمة هنا، عوضت عن أي قيمة للكي، هيديني قيمة اليو اس المقابلة ليها اللي هي هتكون دي. ده كده أول مسألة عندي. المثال طبعا ده جاي في ميد ترم قبل كده. مثال مديني العلاقة جاهز، قال لي علاقة بين الكيو والكي 80 8 من 10 كي تربيع. مطلوب مني احسب ايه؟ الكباستي او ماكسيمم فلو. خلي بالك، يا اما كباستي يا ماكسيمم فلو اوف هاي واي سيكشن، هي الكيو ماكسيمم، تمام. ومديني السبيس والدنستي عند الكباستي، عاوز احسب ايه؟ اليو اف والكي جي ام. بعد كده احسب اليو كريتيكال والكي كريتيكال اللي هي عند الكباستي. بعد كده قال لك السبيد والدنستي عند 1 كوارتر اوف ماكسيمم فلو، عند ربع لما الفلو بتاعك يكون ربع الكيو ماكسيمم. طيب اعمل ايه؟ اول لما يديك علاقه في المساله، تمام، دي علاقه ما بين ايه؟ ما بين الكيو والكي، ترجع للعلاقه اللي انت كنت مذاكرها وتشوف شبهها كانت ايه. العلاقة دي كانت بتقول إن الـ Q بتساوي الـ UF مضروبة في الـ K ناقص الـ UF على الـ KJ مضروب في الـ K تربيع، تمام. بعد كده أمسك القيم دي أقارنها بالقيم الموجودة عندك في المعادلة. هنا الـ UF دي 80، عندي هنا الـ UF دي 80، يبقى الـ UF عندي تطلع بكام؟ 80 كيلو على الساعة. وعندي هنا الـ UF على الـ KJ، وهنا سالب 8 من 10، يبقى عندي اليو اف على الكي جام كام؟ هتطلع عندي 8 من 10، تمام. وانا لسه مطلع اليو اف ال 80، اقدر اطلع الكي جام هتطلع عندي بكام؟ هتطلع عندي بمين كده. طلعت اليو اف وطلعت الكي جام، اطلع الكيو ماكسيمم. طب الكيو ماكسيمم بتساوي اليو اف على الكي جام على 4، يبقى 80% على 4 تطلع 2000 كيلو على الساعه. ماشي، خلي بالك من الوحدات. المطلوب التاني عاوز احسب ان اليو اس والكي عند الكباستي، اللي هي الكيو كريتيكال والكي كريتيكال. اليو كريتيكال بتساوي اليو اف على 2، اللي هي 80 على 2 دي 40 كيلو في الساعه. الكي كريتيكال اللي هي الكي جيم على 2، بتديني 100 على 2 اللي هي 50 في كيلو على الكيلومتر. المطلوب التالت عاوز احسب ان اليو اس والكي عند ربع ايه؟ عند ربع الكباستي، اللي هي عند ربع الكيو ماكسيمو. احسبها ازاي؟ طالما قال لك عند ربع الكباستي معناه عند ربع الكيو ماكسيمم، هقول ان الكيو بتاعي هيساوي ربع الكيو ماكسيمم، تمام. ربع الكيو ماكسيمم اللي هيطلع عندي بكام؟ اللي هيطلع عندي ب 500، وانا عندي شكل المعادله كان كده، تمام. طيب لو عوضت عن الكيو ب 500 بقى عندي المعادله فيها مجهول واحد، اللي هو ليه؟ هو الكي، اللي هو الكثافه، اللي هو الدنس اللي هو طالبه، تمام. هطلع الكثافه، بس هنا هنا معادله تربيعيه، هتطلع لي قيمتين للكي، تمام. كي واحد هتطلع 93.3، وكي اتنين هتطلع كام؟ 6.7، تمام. لو رجعت للمعادلة بتاعتي أو شكل العلاقة كان الشكل كده، فلو كنت دخلت بأي قيمة للكيو كانت هتقطع منحنى في نقطتين، كي واحد وكي اتنين. ادي كي واحد اللي طلعت لي وكي اتنين اللي طلعت لي، تمام. طب انا عندي قانون بيساوي ان الكيو بتساوي اليو الكي، وانا عندي الكيو اللي هو 500 وعندي الكي اللي انا لسه مطلعها، هطلع قيمه اليو طبعا للقيمتين بتوع الكي، اقول ان اليو واحد هتساوي الكيو على الكيو واحد من القانون ده، تطلع عندي ب 5.36 كيلو في الساعه، وان اليو اتنين
هتساوي الكيو على الكي 2 يطلع 500، 6 و7 على 10 يطلع 74 و63 كيلو في الساعه. تمام، ده كده المطلوب الثالث، والمساله دي مساله مهمه جدا جدا. تعال نشوف المساله اللي بعد كده. مديني خمس عربيات، خمس عربيات دول شافهم او لهم على مسافه 80 متر، يعني ماشيين في مسافة على الطريق، المسافة دي كام؟ 80 متر. قال لك إن سرعة العربيات بتاعة المركبة دي 26 28 30 33 35، مدينا الخمس سرعات بتاعة المركبات دي الخمسة، ومدينا المعدل إن اليو تساوي 80 ناقص 8 من 10 في الكي. قال لي احسب لي الفلو ريت، بعد كده قرر لي هل الترافيك بتاعي ده كونجستد أور نوت، يعني هل المرور بتاعنا مزدحم ولا لا. تمام، بعد كده قال لي شوف ارسم لي اي رسومات موجوده عندك في الحل بتاعي. تمام، اول حاجه اطلعها طالما مديني السرعات لازم اطلع اليو اس بتاعت الخمس مركبات. اليو اس بتاعت الخمس مركبات اللي هو كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي الان في البي على سيجما تي اي، اللي هو الان على سيجما واحد على اليو اي، اللي هو مقلوب السرعات بتاعتي. الان اللي هو عدد العربيات بتاعتي اللي هو خمسه، مقلوب السرعات اللي هو واحد على السرعه الاولى 26 زائد واحد على 28 زائد واحد على 30 زائد واحد على 33 زائد واحد على 35، هيطلع عندك متوسط السرعه بتاعت الخمس مركبات اللي هو كام؟ 30 كيلو في الساعه. تمام، ده كده متوسط السرعه بتاعتك اللي هو السبيس مين سبيد. بعد كده ادخل بقى على المعادله بتاعتي. المعادله بتقول ان اليو بتساوي 80 ناقص 8 من 10 جنيه. أول لما تلاقي معادلة ترجع للمعادلات اللي أنت مذاكرها وتقارن بينها وبين المعادلة الشبيهة لها بالظبط، اللي هي علاقة ما بين اليو، ما بين السرعة وما بين التي. تمام؟ اللي هي كانت بتساوي إيه؟ اللي هي كانت بتساوي اليو بتساوي 80 ناقص 8 من 10 التي، كانت اليو بتساوي اليو اف ناقص اليو اف على التي جام في التي. فعندي هنا ده يو اف وده 80، يبقى عندي اليو اف هتساوي 80، ده أول حاجة عندي. عندي هنا ده سالب وده سالب، يبقى أوكي الإشارة مظبوطة. عندي ده يو اف على الكي جام وده 8 من 10، يبقى اليو اف على الكي جام هتساوي 8 من 10، وأنا لسه مطلع اليو اف ب 80، وأطلع أقدر أطلع منها قيمة إيه؟ أقدر أطلع قيمة الكي جام بتاعتي. تمام؟ طلعت قيمة الكي جام اللي هتطلع عندي بكام؟ 80، اليو اف ب 80، ويبقى عندي ب 80. تمام كده. تاني مطلوب هو طلبه، قال لي وضح هل الطريق ده مزدحم ولا لا. طيب اعمل ايه عشان اعرف ان هو مزدحم؟ عشان تعرف ان هو مزدحم لازم تجيب حجم المرور وتقارنه ما بين السعه. لو الحجم بتاعي طلع اكبر من السعه يبقى الطريق ده مزدحم، لو الحجم بتاعي طلع اقل من السعه يبقى الطريق ده غير مزدحم. طب انا دلوقتي انا ما عنديش السعه ولا عندي حجم المرور، اعمل ايه؟ بس انا عندي دلالات. ايه هي الدلالات؟ انا عندي الكثافه، عندي الكباستي اللي هي الكي كريتيكال، تمام، وعندي السرعه، عندي الكباستي اللي هي اليو كريتيكال. تمام، عشان اقدر اجيب السرعه او الكثافه عند قيمه السرعه بتاعت العربيات بتاعتي دي واقارنها بين قيمه السرعه او الكثافه بتاعتي عند الكريتيكال بوينت او عند الكباستي، لو طلعت اقل منها يبقى ده غير مزدحم، لو طلعت السرعه اكبر منها يبقى ده البطاريه بتاعه مزدحم. يعني لو رجعنا للشكل الرسم التاني كان بالشكل ده كده، ده نقطه الكباستي. فانا هقسم المنطقه بتاعتي منطقتين، دي منطقه ودي منطقه. كل المنطقه دي كده للكثافه للسرعه قصدي، تمام، هنا غير مزدحم. ليه؟ لان لغايه دلوقتي السرعه ما وصلتش الكباستي، ما وصلتش النقطه دي. تمام، اي سرعه بعد النقطه دي فهنا عندي فين؟ الطريق بتاعه مزدحم. برضه نطبق نفس الحوار على الكباستي، على الكي، على الكثافه بتاعتي. اجيب الكي بتاعتي، لو طلعت الكي بتاعتي اقل من الكي اللي عند الكباستي اللي هي الكي كريتيكال يبقى الطريق بتاعي غير مزدحم. لو طلعت اكبر يعني تقع هنا يبقى الطريق بتاعي مزدحم. فانا هعمل ايه؟ انا طلعت اليو كريتيكال والكي كريتيكال،
اللي هي هتطلع عندي بالشكل ده، تطلع عندي 50 الكي كريتيكال او اليو كريتيكال، هتطلع عندي ب40. اي تستخدم اي واحده، سواء تستخدم الكثافه او السرعه، الاثنين صح. تمام، بعد ما طلعت الكي كريتيكال، تمام، عاوز اطلع قيمه الكي بتاعت العربيات اللي ماشيه. هطلعها ازاي؟ هطلعها 3. هو مديك المعادله اليو بتساوي 80 ناقص 8 على 10 في الكي. فمليو عندي ب30 بتاعت العربيات بتاعتي، متوسط السرعه بتاعتي، اقدر اطلع قيمه الكي تطلع عندي ب62.5. تمام، 62.5، وعندي اليو كريتيكال عندي طلع كام؟ طلع 50. معناها ان الكي بتاعتي اكبر من الكي كريتيكال، معناها ان الحجم المنبر بتاعي اكبر من الكباستي، معناها ان الطريق بتاعي طريق مزدحم. لو رجعنا للشكل بتاعي، الكي بتاعتي 62.5 اكبر من الكي جام، او اكبر، دي اكبر من الكي كريتيكال، اكبر من الكي كريتيكال اللي هي الكي جام على 2 اللي هي كام؟ اللي هي 50. تمام، يبقى الطريق بتاع مرور مزدحم. دي معناها ايه؟ معناها ان حجم او عدد المركبات اكبر من السعه. خش على المساله اللي بعدها. مديني سيكشن من الطريق او قطاع من الطريق، المعادله بتاعته كالاتي: 1.5 كيو زائد اليو اس تربيع بالسعر 120 اليو اس. تمام، معناها علاقه بين الكيو ما بين اليو اس. وطلب مني شويه مثال كده. اول حاجه عملها في المساله، هل شكل العلاقه ده مشابه لاي شكل من اللي انا درسته ومن اللي انا ذكرته؟ طبعا لا. فانا هعمل ايه؟ فانا هحول الشكل ده لاي شكل من الاشكال اللي انا درسته. انا شكل علاقه ما بين الكيو وبين اليو اس. تمام، انا دارس علاقه ما بين الاثنين، كان القانون بتاعها بيساوي الكيو هتساوي الكي جام في اليو اس. فالقانون بتاعي اللي هو الكيو بيساوي الكي جام في اليو اس ناقص الكي جام على اليو اف في اليو اس تربيع، العلاقه ما بين الكيو وما بين اليو اس، العلاقه ما بين الفلو وما بين السرعه. فانا لازم احول القانون ده للشمال. فهقول له لما احول ان الكيو بتاعي هيساوي 100 في اليو اس ناقص 1 على 1.2 في اليو اس تربيع. دي كده بعد ما ايه؟ بعد ما حولت الشكل بتاعي للشكل ده عشان يشابه القانون بتاعي اللي انا درسه، هو ده كده. بعد كده اقارن بقى الكيو، هي الكيو ال 100 الكي جيم، يبقى انا عندي طلعت ايه؟ هنا عندي ال 100 هي الكي جيم، يبقى الكي جيم عندي ب 100، 100 في كيلو متر. اليو اس هي اليو اس، السالب هي السالب، اليو اس تربيع هي اليو اس تربيع. الواحد على 1.2 هي الكي جام على اليو اف، يبقى الكي جام على اليو اف بتساوي 1.1. طب انا لسه مطلع الكي جام ب 100، يبقى اليو اف عندي هتساوي كام؟ هتطلع عندي 120 كيلو في الساعه. كده طلعت اليو اف والكي جام، ده اول مطلوبين المفروض تطلعهم من اي قانون هيكون مقطع عندك. تمام، بعد كده اول مطلوب قال لك الفري فلو اللي احنا طلعناه، عايز احسب الترافيك دينستي. تمام، عند الفلو عند 1600 في كل ساعة، مدينا الكيو ب 1600 وعاوز احسب ايه؟ عاوز احسب الكيو. طيب احسبها ازاي؟ طب ما هو مديني القانون اللي هو بيقول ان الكيو هتساوي 100 في اليو اس ناقص 1 على 1.1 في اليو اس تربيع، هعوض عن الكيو ب 1600. تمام، هيبقى عندي مجهول اليو اس اللي هي السرعة بتاعتي، بس هنا معادلة تربيعية، فتطلع لي المعادله هنا قيمتين للسرعه. بعد ما تطلع لي قيمتين للسرعه اللي هي يو 1 ويو 2، تمام، هرجع بقى استخدم ايه؟ هرجع استخدم القانون التاني. زي ما احنا ماشيين كنا صح، او انك تستخدم العلاقه ما بين الكيو وما بين التي، الاثنين صح. بعد ما طلعت اليو اس زي ما انا قلت اليو 1 واليو 2، طب انا عارف ان الكيو هتساوي اليو في الكي، الكيو كيو عندي ب 1600 وعندي الكيو انا لسه مطلعها يو 1 ويو 2. تمام، هقدر اطلع كيو 1 وكي 2. دي طريقه. الطريقه الثانيه اللي انا حل فيها هنا في المذكره، قلت ان الكيو جبت المعادله بتاعت الكيو والكي، الكيو بتساوي الكي في اليو اف ناقص اليو اف على الكي جام في الكي تربيع. اليو اف انا عارفها والكي جام انا عارفها، طلعت المعادله تطلع عندي بكام؟ اللي هي الكيو هتساوي كي في 120 ناقص 120 على 100 في الكي تربيع. تمام، الكيو عندي ب 1600، ما اقول عندي الكي هنا معادله تربيعيه، هطلع الكيو 1 والكي 2. تمام، كده طلعت الكيو 1 وطلعت الكي 2 زي ما هو تربيعي، ممكن تطلعها بطريقتين عادي.
طيب بعد كده او تالت مطلوب عندي عاوز الريليشن بتوين الفلو والدنستي ما بين الكيو وبين الكي وارسم العلاقة دي. تمام العلاقة اللي طلعتها اللي هي الكيو هتساوي 120 في الكي ناقص 1/10 كي تربيع انا لسه مطلعها دلوقتي. تمام بعد كده ترسم العلاقة بتاعت ترسم عادي كروكي مش شرط تكون بسكيل. تمام العلاقة بتاعتها تطلع كده الطريقة دي كده المعادلة بتاعت الكوز ده هيطلع له الكيو هتساوي 120 كي ناقص 1/10 كي تربيع. هنا الكي جيم اللي هو ال 100. تمام هنا عندي الكباستي الكيو كباستي اللي هي الكيو ماكسيموم. تمام هنا الكيو مبصر كده طلعت العلاقة بتاعتي. طبعا العلاقات بتاعتي انت بتكون حافظها بتحط العلاقة كروكي بعد ما تحطها كروكي تحط المعادلة عليها وبس ما تضطرش انك ترسمها بسكيل. اخر مثال عندي من مسائل خصائص التدفق مديني مسألة بيقول ان الطريق بتاعي الريت بتاعه 8 فيت البرلين. تمام يعني عندي الحارة واحدة تمام واخدة 8 عربيات وبعد كده جالك اتش ان اتش 100 متر لينس يعني عندي طول 100 متر. تمام في عدد عربيات 8 عربيات. تمام ومديك العلاقة ما بين الكيو وما بين اليو بالشكل الآتي ومطلب مني مجموعة من المطالب اللي هي أول حاجة أحسب السبيس مين سبيد والفلو ريت والكيو ماكسيمم وبعد كده قال لي شوف إن القطاع ده مزدحم ولا لأ وبعد كده قال لي ارسم الرسومات بتاعتك ووضح الرسومات بتاعتك اللي أنت هتستخدمها في المعادلة. تمام أول حاجة معطى عندي اللي هي الريت اللي هو عندي 8 عربيات في طول قد ايه؟ في طول 100 متر. عندي طول وعندي عدد عربيات اقدر اطلع ايه؟ اقدر اطلع كثافه. انا عارف ان الكثافه بتساوي عدد مركبات على طول. عدد عندي اللي هو 8 على الطول بتاعي اللي لازم يكون بالكيلومتر. انا 100 متر يبقى 1/10 كيلومتر هتديني الكي بتاعتي كام؟ 80 في كيلو على الكيلومتر. تمام طلعت الكي بعد كده المعادلة بتاعتي الكيو بتساوي 100 في اليو ناقص 1/11 لتر تربيع. أول ما تشوف معادلة كده قلنا هنقارنها بالمعادلة اللي احنا عارفينها هي المعادلة دي. تمام الكيو هي الكيو اليو هي اليوس المية هي الكيجيم يبقى الكيجيم عندي 100 السالب هنا السالب اليو تربيع هنا اليو اس تربيع يبقى الكيجيم على اليو اف اللي هي كام؟ 1/11. وانا لسه مطلع الكيجام اقدر اطلع قيمة اليو اف فتطلع عندي ب 90. تمام طلعت الكيجام وطلعت اليو اف بتاعتي. تمام بعد كده انا عندي قيمة الكي معلومة وعاوز اطلع قيمة السبيس مين سبيد اللي هي ايه؟ اللي هي اليو اس. طب ما احط العلاقة ما بين الكي وما بين اليو اس. قال لي اليو اس هتساوي اليو اف ناقص اليو اف على الكيجام في الكي. اليو اف لسه مطلعها والكي جام لسه مطلعها يبقى المعادلة عندي اللي هي كام؟ 90 ناقص 9/10 في الكي. اليو اس دي اللي مجهولة اللي انا عاوز اعرفها والكي عندي لسه مطلعها اللي هي كام؟ اللي هي 80. كده طلعت قيمة اليو اس اللي هو عايزها. شوية قوانين انت بتلعب بيهم وتطلع القيم المجهولة. طيب بعد كده الفلو ريت الكيو. طيب طب ما الكيو عندي معادلة علاقة ما بين الكيو وما بين اليو وانا لسه مطلع قيمة اليو. تمام اليو اللي انا طلعتها عوض فيها في المعادلة دي هطلع قيمتي هطلع قيمة الكيو بتاعتي. دي تاني ما ايه مطلوب عندي. تالت مطلوب اللي هو الكيو ماكسيموم. انا عارف ان الكيو ماكسيموم هتساوي اليو اف الكي جي ام على 2 وقلنا الكيو ماكسيموم ده بيحصل عند الكباستي او الكيو بتاعت الكباستي. اليو اف عندي ان انا مطلعها 90 كي جي ام مطلعها 100 على 2 هتطلع عندي القيمة بتاعت الكيو ماكسيموم زي ما احنا قلنا بالظبط وطلعنا قيمة الكيو ماكسيموم. بعد كده قال لي قرر الطريق بتاعك ده مزدحم ولا مش مزدحم. وقلنا عشان تعرف الطريق مزدحم هتقارن قيمتين يديا يديا. يا اما تقارن قيمة اليو اس بتاعتك بتاعت الطريق في الوضع الحالي
ما بين قيمة اليو كريتيكال اللي هي بتساوي اليو اف على 2، أو تقارن التي بتاعة الطريق بتاعك بالكي كريتيكال اللي هي بتساوي كي جام على 2. الكي كريتيكال تطلع 100 على 2 ليها 50. طيب الكي بتاعتك اللي أنا طلعتها بكام؟ اللي هي 80. 80 أكبر من الكي جام، معناها إن الكثافة بتاعة الطريق أكبر من الكثافة، قصدي دي الكي كريتيكال أكبر من الكثافة عند الكباستي. تمام؟ طالما أكبر المسافة عند الكباستي معناها إن عدد العربيات أكبر من الكباستي، يبقى هنا الطريق بتاعك طريق مزدحم اللي هو congested flow. تمام، ده اخر حاجة عندي. اتكلمنا في ال واحنا اتكلمنا في خصائص تدفق المرور، قلنا اليو اللي انا بستخدمها دي اسمها يو اس اللي هي سبيس مين سبيد، السرعة اللحظية. تمام، وقلنا ان السرعة دي بنحسبها على قطاع من الطريق. يعني ايه قطاع؟ يعني طول معين من الطريق، بداية الطول نهاية الطول، نحسب الزمن العربية قطعته من بداية الطول لغاية نهاية الطول. تمام، في الاخر هطلع متوسط السرعات دي. ده كده السرعه اللحظيه او السرعه سبيس مين سبيد. في سرعه تانية اسمها تايم مين سبيد. دي تايم مين سبيد، ايه الفرق ما بينها وما بين السرعه دي؟ قال التايم مين سبيد بتحسب عند لحظه معينه. يعني ايه لحظه معينه؟ باجي عند لحظه معينه من الطريق، بقف هنا كده واحسب سرعه المركبات بتاعتي بتاعت الطريق. تمام، السرعة بتاعت العربية الأولى، السرعة بتاعت العربية التانية، السرعة بتاعت العربية التالتة، وهكذا. طبعا اتحسب ازاي؟ في طرق معينة لحساب السرعات، سواء طرق يدوية أو طرق بأجهزة معينة، حسبت السرعات بتاعت المركبات. طيب التايم مين سبيد ده متوسط السرعة اللحظية. فبعمل ايه؟ بمسك مجموعة السرعات دي وأقسمها على عددهم، أقول إن اليو تي تايم مين سبيد بتساوي مجموع السرعات بتاعتي سيجما اليو أي على عدد المركبات بتاعتي. كده طلعت متوسط السرعه اللحظيه بتاعتي. وهنا عرفت الفرق ما بين السبيس مين سبيد والتايم مين سبيد. يعني ده كده بالنسبه لخصائص تدفق المرور. طيب لو انا دلوقتي بعد ما خلصت تدفق المرور كده نفصل كده، خلصت خصائص. طب بعد الخصائص انا عاوز اعمل ايه؟ عاوز احسب الفلو، او عاوز اعرف الفلو بيتحسب ازاي على الطريق.